أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل هدى وخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى في السماء إله وفي الأرض إله، والذي خلق سبحانه جل في علاه خلق الإنس وخلق الجن وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل منهم مؤمن ومنهم كافر وبر وفاجر، فأرسل الله جل وعلا ما به تهتدي نفوسهم وتقل أرواحهم، فأرسل لهم رسلا وأنزل كتبا، فهو الله. وأنتم تسمعون معشر الجن، بل أخص بالذكر كبيركم الذي ذبح له الخنزير، ذاك اليهودي الذي قرب له ماذا؟ خنزير. آخر ما وقفنا عليه هو ذاك الكبير الساحر الذي يتحكم في الشتات والتفريق والتمزيق، الذي يخفي شهادات وقدرات وكفاءات، ذاك الشيطان الساحر الذي يتورى في بدنها وعقلها وعلى قلبها وإحساسها وجوارحها ويقول نعم، الذي من خلال جسدها يعذب الإخوة والأخوات ويعذب البيت ويسحر سحرا مناميا وسحرا تريقا وثريبا ويتملك رقاب الإنس والجن. بعد بحث وتنقيب بفضل الله جل وعلا صعد شيطان وأقر واعترف أن السحر الذي صنع له سحر عظيم لليهود، حيث ذبحوا له خنزير. قال أنا قوي ذبحوا لي خنزير. قال سحري ليس بالدم، سحري ليس بالدم، إنما قربت لي دماء نجسة أحبها وأعشقها وأتلذذ بها، وهي دماء الخنزير. اختاروا خنزيرا فاشتروه بثمن وقربوه بشروط وطقوس على اسمها وعلى اسماء بيت وأسرة وإخوة وأخوات، فكان قويا. فكل إبليس من أبائس وشيطان الشياطين يختار ويشتهي ويتمنى ما يوافقه، ذاك يحب عجلا أو بقرا، ذاك يحب الثعابين والجزاف، ذاك يحب قتل كلاب وقطط، ذاك يحب دماء كما كانت، ذاك يحب خنزيرا، وهكذا. هذا حب خنزير فعاشقه واختاره، وكان القربان خنزيرا، الخنزير الذي جاء من وسط الأسرة حتى تذل وتهان. وبالفعل سكن شيطان ساحر بسحر عظيم، فكان يسحر الأبناء والبنات ويسحر كذلك البيت، فسحر الجميع. والعجيب والغريب أنه يتحكم حتى في أمور أخرى كالأموال والشهادات والأثاث والأغراض وما شابها حقيقة، فكما أنه يسحر في البيت سحرا حقيقيا نور بالعين المجردة، فإنه كذلك يخفي ما يريد ويجلي ما يريد. كذلك يتحكم في الإنس في عقولهم وأحاسيسهم وأنفاسهم وأعيادهم، ويتحكم كذلك في الجن في إسلامهم أو في تمردهم. فهذا هو الذي معنا الآن، الذي عذبها وأمرضها وأذلها وعطل خيرا كثيرا. ولهذا أثناء جلسات العلاج والتعذيب كان يخرج الدم من فمها، فهو ساحر بالدم.
ليس السحر بالدم، إنما خرج توهمه هو ساحر أو شيطان ساحر. ترى في المنام أن هناك من يجذبها لأمر عظيم فيه شر لها، وهناك من يسحبها حتى تنقذ، حتى لا تؤذى بذلك الشر الذي يهيئ لها. وهذا يرى بفضل الله جل وعلا مناما دلالة على أن من أهتدى وسلمه يسارع في الخيرات لترك المنكرات والتوفيق في البركات. وهذا بفضل الله جل وعلا أمر جيد وطيب يدل على ثبات من أسلم وآمن داخل الجسد بفضل الله جل وعلا. ونرى ذاك الشيطان الساحر خادم سحر الخنزيري والدبع والدمي يتعذب الآن، فنواصل بإذن جل وعلا السيرة. وأسأل الله جل وعلا ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأقواتنا، أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا إنه لذلك يقال عليه. يقول له فهو لا يرد البركة أبدا، لا يرد البركة في العمر، ولا يرد البركة في العلم والسعي والعمل والمال والبدن. اللهم اجعلنا مباركين، اللهم اجعلنا مباركين. نسأل الله جل وعلا البركة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اجعل ربنا في خطواتنا وأنفاسنا وقربنا، واجعل ربنا في اسمنا ورسمنا ورسنا، واجعل ربنا في كل ما نملك وكل من حولنا ومعنا بركة وخيرا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله نبدأ. يقول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حرم الله جل وعلا علينا أكل الخنزير، حرم الله جل وعلا علينا ذبح الخنزير، حرم الله علينا أن نقرب سواء كان خنزيرا أو غير خنزير لغير الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ماذا؟ الميتة، حرمت عليكم ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن حكم المضطر والإضطرار قاعدة، لكن الأصل ألا نأتي ذبحا لخنزير ولا دما لخنزير ولا قربان لخنزير أو غير خنزير، ولا نأكل الخنزير. فاسمع واعلم، لقد جاءوا بسحر عظيم وبذبح عظيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن يقوم غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله، أو فسقا أهل لغير الله به.
جمعت كل هذه المحاذير وجمعت كل هذه النواهي، جمعت الشر كله للتقوى على بيت وأسرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فاسمع وعلم، اليوم يومك، اليوم قتال. كنا فيما سبق ندعو إلى الله جل وعلا ونقاتل الحصون ونقاتل الأسحار، فجل الله جل وعلا خدامه الحراس والأعوان أسلموا لله جل وعلا، ولا زال القتال وصولا مستمرا حتى جلاك الله جل وعلا في الحصة الماضية، فاعترفت أن السحر عظيم والتعذيب والتعطيل عظيم يشمل الكل للشتات، وأن من جاءت بالسحر جاءت بخنزير ذبح لغير الله، ذبح من أجل دمه وذبح من أجل السحر، نجس رجس من عمل الشيطان، فكنت أنت الخادم والساحر. وتوقفنا عند هذا، ومن خلال من هنا بإذن تعالى ونراك الآن كما انتهينا وأنت تشخص بصرك وتطالع الآن كذلك نفسنا. فاسمع قبل نبدأ، هي الحرب من أجل نصرة المظلوم والمظلوم والبيت والعرض والعقل والدم والجسد والروح والنفس والمال والعزة التي الله جل وعلا وهبها للمسلم والمسلمة، والرفعة التي حب الله بها المسلم والمسلمة التي تذوب كما يذوب الملح في الماء بفعل السحرة والشياطين والكفرة، فوجب أن نقاتل في الله عز وجل. فإن يعرض واعلم أن ما ذبح وقرب لك حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لك باطل والباطل باطل والحرام حرام. فاسمع فاسمع يهودي أنت، فاسمع يهودي أنت، فاسمع يا الله. ينزل عيسى في آخر الزمان يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يقتل الخنزير. يا الله يا الله يا الله، خنزير رمز لليهودية، رمز للكفر، ورمز حتى للسحر والشر، كما رمز للدياثة والفحش، رمز للنجاسة. أي نعم، جمع الشر، ولهذا الله جل وعلا حرمه رحمة بنا، رحمة بنا حرمه، حرمه الله جل وعلا. وأنتم تحبون ما حرمه الله سبحانه وتعالى، تلذذون وتعشقون ما حرمه الله سبحانه جل في علاه. نعم، من فضلات وقمامات ونجاسات، النجس عشقكم. أي نعم، ولهذا الله تعالى حرم على الجيفة المنخنقة الموقودة المتردية النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكينا، فكان صافيا نقيا شافيا كافيا، ولله الحمد والمنة على نعمة الإسلام. وأن تستقسم بالأزلام ذلكم فسق، فجمعت الفسق كله والفجور كله والسحر كله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
اليوم يوم قتال بفضل الله جل وعلا، فارتقبوا إن مرتقبون. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمه. اليوم يوم قتال بفضل الله تعالى، لأنك أنت الساحر العظيم لتسحر البيت والأبدان، تسحر العقول والأذهان والأيدي والأقدام والبطون والأرحام والعمل والمال. أنت الساحر، سحرك لحم خنزيري، دم خنزيري، سحر خنزيري يهودي. فاسمع واعلم، اليوم يوم قتال. فبسم الله نبدأ. على الله توكلنا، 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 توكلنا، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إن الذي هدانا الله، هدانا الله سبحانه جل في علاه، فوفقنا لحسن السداد والإصابة، فجعل في الإصابة سدادا وتوفيقا ونورا وقوة ورشادا بفضله جل في علاه. كلمات تهزكم، كلمات تحرككم، دعوات تقتلكم، آية من آية القرآن تحرقكم بفضل الله، بقوة الله، بنصر من الله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله جل وعلا يبطله أمر منه، إن الله سيبطله. ذاك السحر الذي صنع لها بدم خنزير، بجسد خنزير، بقربان خنزيري الذي به سكنت بطنها، صورتها، أحشاءها، أمعاءها، فرجها، سوأتها، عورتها، الذي به سكنت فزرعت سما وسحرا. شيطان إبليسي في اليدين على الأنامل، في اليدين على الكف، في اليدين على القلم، على الأقلام، على الكتابة، على الإجابة، على التخرج، على الوظيفة، على التوقيع، على السداد، على العمل، على المال. إبليسي يسكن الكفين على مال، والأنامل على مال، على توقيع ومال، كتابة ومال، إجابة ومال، إصابة ومال، تخرج ومال، رفعة وعزة وتفوق ومال. إبليسي جعل الأنامل موقعه، موضعه، مستقره، جعل الكف باطن اليد، راحة اليد، كف اليد. إنه ذاك العدو يقول نعم جئت من أجل القلم ومن أجل المال، من أجل الكتابة، من أجل الإجابة، من أجل التخرج، من أجل الإجازة، من أجل الدكتوراه، جئت من أجل التخرج، أعطل حتى لا تكون رفعة ولا عزة ولا عمل ولا مال. أي نعم لقد جعلت موضعي على بطن وعلى رحم في أحشاء دم وأصهار وعقد، وأنا على يدي حتى لا تفلح أبدا. فأنا عزيز في قومي، سيد في قومي، قوي في قومي، ساعر في قومي، لا يعصون لي أمرا أبدا. هناك من خالف بإسلام وإجابة، لكن لازلت على القوة ماض قدما، أسير فيهم سيرا، أعذب وأمرض ليلا ونهارا. فالكل تحت قبضتي وسطوتي، أنا من أتحكم في رقابهم وأنفاسهم. فأنا أنا اليهودي الكبير الذي ذبح لي ذاك أعظم من عجل ومن بقر وظأن، ذبح الخنزير البري القوي على مرأة ومصنع مني، فكان قربان يقرب إلي، فكنت قويا عليها وعلى بيتها. صحب لا؟ صحب لا؟ تكلم. صحب لا؟ أجبني. صحب لا؟ نعم نعم. قل لي بربك، بربك ماذا استفدت من سحرها؟ ماذا استفدت؟ ماذا استفدت من سحرها؟ سحقتها، ماذا استفدت؟ هيا بإذن جل وعلا. ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ هيا
ماذا استفدت؟ أي ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ أي لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الله أكبر من كل ساحرة من القريبات سحرة الله أكبر من كل ساحرة من القريبات ذبحات الله أكبر من كل ساحرة من القريبات سحرة الله أكبر من كل ساحرة من القريبات ذبحت الله أكبر من كل ساحرة ناقمة الله أكبر من كل ساحرة ناقمة على التوفيق والسداد على الرفعة والسداد على الجمال والسداد على التقرب والسداد على العمل والسداد على الخطبة والسداد على الزواج والسداد الله أكبر من كل قريب الجن يعلمها في البدن يعلمها الجن يعلمها في البدن يعلمها الشياطين تعلمها في البدن تعلمها كانت ترى وجهها تسمع كلامها تشم أنفاسها ناقمة حاسدة ناقمة حاسدة في اللقاءات في الاجتماعات ناقمة حاسدة الجن بنظراتها ولج يعلمها بنظراتها ولج يعلمها بأنفاسها ولج يعلمها بأسحارها ولج يعلمها بسحرها العظيم سكنات بحسدها العظيم سكنات بأنفاسها العظيمة سكنات قريب ابتسمت نفاقا غدرا ونفاقا أكلت وشربت غدرا ونفاقا في الأعياد غدرا ونفاقا في البيت غدرا ونفاقا في الزيارات غدرا ونفاقا في الحفلات غدرا ونفاقا في سؤال الحاجات غدرا ونفاقا من القريبات تمنت هلاكها زوالها أمراضها عيالها قريب غادر ماكره قريب حاقد ماكره قريب حاسد ماكره قريب سافر ماكره الجن يعلمها الجن يراها الجن يعلمها الجن يراها بأنفاسها ولج بأنفاسها ولج بأسحارها ولج جاء أسكنته بسحر عظيم بتجديد عظيم بسحر عظيم بتجديد عظيم أقفلت عليه أقفالها
أقبلت عليه أغلالا أقبلت عليه في أيدي على الحلي في أيدي على المال في أيدي على الجمال جا 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 يا لبها يراها يسمعها من القريبة حاسدة سامرة حاسدة سامرة حاسدة سامرة قوة الجهاد أنفاس خبيثة قوة الجهاد بنظرات خبيثة قوة الجهاد بنظرات بنظرات بفجرات قريب الجن يعلمها الجن يراها الجن خادمها حارسها خادمها حارسها قريبة الجن يهمس بصورتها يهمس باسمها يهمس بصورتها يهمس باسمها الجن 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 يعلم أنها ظالمة يعلم أنها ظالمة يعلم أنها ظالمة 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 على الجسد ظالمة على الشارع ظالمة على العينين ظالمة على اللون ظالمة على الراحة ظالمة على القلب ظالمة على العيان ظالمة على اللباس ظالمة على الحلي ظالمة على النجاح ظالمة على الاستقرار ظالمة على الرفاة ظالمة على العزة ظالمة على السعادة ظالمة الجن يعلم أنها ظالمة 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 الجن في اليمين يعلم أنها ظالمة في الشمال يعلم أنها ظالمة في اليدين يعلم أنها ظالمة في القدمين يعلم أنها ظالمة في الرأس في الرأس في الرأس الكبير يعلم أنها ظالمة المسؤولي الكبير يعلم أنها ظالمة اليهودي الكبير يعلم أنها ظالمة 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 في بغرات الرهن ظالمة في الأمراض ظالمة 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 الجن يعلم أنها قريبة ظالمة قريبة ظالمة قريبة ظالمة بغيب ظالمة تتمنى هلكها 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 ظالمة 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 تتبع أخبارها 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 ظالمة تتبع لباسها 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 ظالمة 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 تتبع مالها 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 ظالمة تتبع عملها عملها ظالمة تتبع عيادها 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 ظالمة الجن يعلم أنها قريبة ظالمة حاسدة ظالمة حاقدة ظالمة جنها كبير كثير جنها كبير كثير جنها كبير كثير اخرجوا بسم الله اخرجوا بسم الله اخرجوا بسم الله اخرجوا بسم الله اخرجوا اخرجوا خدام الذلة 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 خدام التحقير والذلة خدام المحق والذلة خدام الشتات والذلة خدام النسيان والذلة خدام الهم والظلم والذلة اخرجوا 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 جميعا رجال اخرجوا نساء اخرجوا ذكرا اخرجوا اناث اخرجوا صغار اخرجوا كبار اخرجوا منها جميعا جن 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 تعلم انا قريب احكمت سحرا عظيما احكمت سحرا عظيما في القبور في المقابر في المقابر في اركان المقابر في اشجار المقابر في احجار المقابر في اتربة المقابر في اعتاب في الابواب في اعتاب في الابواب في اعتاب الابواب في الابواب
ما سحرها جن 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 يعلم سحرها يرى سحرها في الأبواب في العتاب في الأبواب في العتاب في البيت القديم في البيوت القديم في البيت القديم في البيوت القديم جيوش دوات قديمة خدام أحزنت بقوة فتنت 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 بقوة أمرضت 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 بقوة عطلت 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 بقوة جان تسمع تعلم سحرنا سحرنا أسحارنا سحرنا قريبة ساحرة 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 حاسدة ساحرة حاقدة ساحرة قريبة ساحرة حاقدة ساحرة قريبة ساحرة حاقدة ساحرة في المقابر ساحرة في البيوت في البيوت في البيوت في البيت في البيوت في البيت في الحفلات في المناسبات ساحرة في الحفلات في المناسبات في الزيارات في الزيارات في الزيارات في الزيارات ساحرة في الطعام ساحرة في الشراب ساحرة في المجاري ساحرة في النجاسات ساحرة في البيوت ساحرة مشت في البيت أغلت في البيت بخرت في البيت نفذت في البيت سهرت في البيت بالآثار سرقت من البيت بالآثار في الآثار سهرت في البيت من الآثار سرقت من البيت في الآثار الآثار سرقت سهرت 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 في البيت سهرت آثارها سهرت شعرها سهرت آثارها سهرت شعرها سهرت آثارها زينتها حليها لباسها نعلها سهرت سهرت في الليل سهرت في الظلام سهرت في الغفلة سهرت في الحمام سهرت في غرف النوم سهرت سهرت في الوسادة سهرت 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 في آثار الشعر في آثار الصور في آثار العورة سهرت 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 في آثار المال في آثار المال سهرت جان 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 يعلم سحرنا شيطان شيطان يخدو سحرها جان 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 يحرس سحرها شيطان 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 يخدو سحرها يحرس سحرها قريبة حاسدة حاقدة ناقمة ساحرة سحرها عظيم سحرها عظيم لليهود عظيم سحراوي من يهودياوي سحراوي من نصراوي سحراوي من يهودياوي سحراوي من نصراوي سحراوي من يهود 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 سحراوي بالخنزير عوي بالذبح عوي بالذبح عوي بالقربان عوي غير الله قدر عظيم الشيطان عظيم الأبارسة عظيم السحرة عظيم سحرها عظيم سحرها عظيم سحرها عظيم قريبة 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 الساحرة قريبة الساحرة قريبة الساحرة بقريبات الأب ساحرة بقريبات الأم ساحرة بقريبات الأب ساحرة بقريبات الأم
ساحره من قريبات لب 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 من بنات العمات من العمات من قريبات العمات من قريبات العمات من بنات 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 العمات من قريبات الأب من قريبات الوالد من قريبات الأب من قريبات الوالد على جمال البنات على قوام البنات على ذكاء البنات على قبول البنات فهي إلى الله جل وعلا آية إلى الله نبدأ بإذن الله نبدأ بتوفيق المولى جل في علاه نبدأ بتوفيق المولى جل في علاه نبدأ بتوفيق المولى جل وعلا جئت بسحن عظيم من عائلات الأب من عمات من عائلات الأب من العمات جئت بسحن عظيم سحر عظيم يختار لك الزمان والمكان والقربان وجاء بخنزير عظيم ذبحوه لك لماذا أوصلك؟ ماذا قال لك؟ قريبا من قريبات الأب من قريبات الوالد لماذا الأخ حباه الله بنات صالحة ذكية مباركة مخصش يكون عنده حد الولاد مرضيين بارين صالحين قارين نعم مخصش يكون عندك سميموتو لأن الله تعالى وفقهم جميعا لا طيب جئت بالسحر العظيم ولادو كشويه لأن في دين الله في القرآن والصلاة فلو ما كانوا في دين الله فرقوا وشتتوا لأن الشياطين خفية في البدن لا يعلمها عز البيت ولا البدن شيطان يهودي ولادك يشويوني يحرقونني اسمعني جئت بسحري الخنزير بماذا أوصوك باش وصوك ماذا قالوا لك تلك الساحرة من قريبات الأب بماذا أوصت تخافها لا تقول اسمها لا يهمك اسمعني بماذا أوصت العمة الحاسبة الحافظة حينما تبتلى بقريبات ناقمات اللهم سلم يطالعنا عزك خيرك تفوقك نجاحك سعادتك أعيادك فيزدادنا هما وغما نعم ذبحت لها الخنزير صح أم لا؟ ذبحت لها ماذا؟ خنزير خنزير
فهي إلى الله جل وعلا. يقول لا تقل اسمها لأن مجرد ذكر اسم الساحر يعذبه. لماذا؟ إنه يخافها، إن ساحرة قوية وسحرها عظيم، وأعطى العهد والوعد ألا يعترف بهذا، فهو يختبئ داخل الجسد لئلا يتجلى وألا يجمع سرًا. مفهوم؟ فمجرد ذكر اسم هذه الساحرة كأنه خرج من العهد، يخشى نفسه الهلاك. مفهوم؟ يهودي اسمع، تعلم أن العمة ظلمتها. طيب ما قل ما قل اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، تسمعني؟ تسمعني لله؟ أنا أساعدك. لا أقول اسمع إن شاء الله، خلاص اسمعني، أنا أساعدك بإذن الله تعالى. بداية قل لي كيف ذبح لك الخنزير؟ كيف ذبح الخنزير؟ فين ذبحه؟ في شو مدينة؟ في أي مدينة ذبح لك الخنزير؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ شو مدينة؟ إذا تكلمت وكنت معنا بإذن الله تعالى في الطريق الصحيح سلمت من العذاب والتعذيب، وإلا يقع عليك العذاب. كتسمعني لله؟ كتسمعني لله؟ كتسمعني لله؟ طيب جيد، إذن هيا بإذن الله عز وجل. في أي مدينة ذبح الخنزير؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ كتسمعني لله؟ تسمعني وكتسمعش؟ جيد، إذن أجب وإلا قمت لك. نضلك؟ طيب جيد، نضلك إذن قل. في أي مدينة ذبح الخنزير؟ أنا عليك تحل إلا أنك مش معنا في خطوات بإذن الله تعالى الخير، خطوات الخير. فقل لي الآن أول سؤال، أين ذبح الخنزير؟ مولا إن لم تجب قمت لك، وإذا قمت لك تعذب. إيوه هيا قل. وش السحر غتنفعك الآن؟ لن تنفعك أبدا. إذا أجبني وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته أن يشفينا جميعا، وأن يرحمنا جميعا، وأن ينصرنا على الأعداء جميعا. قل آمين. آمين. في أي مدينة ذبحوا الخنزير؟ سؤال مهم جدا لأنه يهمني. في أي مدينة ذبح الخنزير؟ أنت تعلم، ولهذا أنا أثرت فيك بالجن يعلمها، يراها، يعلم سحرها، أنفاسها، فهذه مقصودة. مفهوم؟ فأنت كنت تعلم شاهد على الخنزير، صح لا؟ صح لا؟ إذا نعم، إذا قل لي في أي مدينة ذبح الخنزير؟ إذا قلت لك ترى العذاب، تسمعني لله. قل في أي مدينة ذبح الخنزير؟ هيا بسم الله تكلم. في أي مدينة ذبح الخنزير؟ أنا أنتظر الجواب. يهودي تسمعني؟ تسمعني أم لا؟ إذن أجب وإلا قمت لك. أقوم لك؟ كتقول ما تقومش لي، ولكن أنت كتضطرني أن أقوم لك، أضطر نظرك. إذن قل في أي مدينة، في أي مدينة ذبح الخنزير؟ آخر مرة غنصورك، إلا ما جاوبتيش غادي نظرك. كتسمعني لله؟ كتسمعني لله؟ إذن أجب. إذن أقوم لك. خلاص؟ هو من أرض. بسم الله. أنا لابد من الاعتراف حتى نسير قدما في العلاج. اسمعني؟ بسم الله. أي
أي مدينة ذبح الخنزير؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ سكت حسين بزاف. أنا متخافش متخافش. صحيح جيك صحيح جيك. هيا في أي مدينة ذبح الخنزير؟ هيا شيطان يهودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وطهى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور إليه المصير أسلم لله وإليه المصير أسلم لله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أسلم لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم آذيتها صح؟ عذبتها أن آذيتها وأحزنتها وعذبتها وأمرتها صح أم لا؟ صح أم لا؟ العجل أين ذبح؟ أنت مسلم لا تخف من يهود ولا من سحرة الخوف من الله الذي هداك وأنجاك الحمد لله الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا يا رب العالمين اهدي على أيدينا اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم اهدي على أيدينا خلقا كثيرا آمين اللهم آمين الله أكبر الحمد لله يهدي من يشاء يا الله يغفر من يشاء يرحم من يشاء يعز من يشاء يرزق من يشاء يشفي من يشاء يرحم من يشاء الله أكبر العجل أين ذبح في أي مدينة ذبح قلها لله بقوة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أين ذبح العجل؟ أين ذبح؟ عند ساحر؟ في بيت؟
في مقبرة، في غابة، في واد، أين ذبح العجل؟ ماذا صنعوا بالعجل؟ لا، ليس العجل، الخنزير. أين ذبحوا الخنزير؟ أين ذبحوه؟ ماذا صنعوا بالخنزير؟ خيطوه، مزقوه، أخذوا قلبه، لسانه، ماذا صنعوا؟ دفنوه أحرقوه. ماذا صنعوا بالخنزير؟ ماذا صنعوا بالخنزير؟ جاءوا بالخنزير، ذبحوه، ماذا صنعوا بالخنزير؟ وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسلمت لله، بوركت، بارك الله فيك، فهيا أظهر لربك الخير والقوة في الخير. سمي نفسك اسم يحبه الله، اختر اسما يحبه الله جل وعلا. سمي نفسك، اختر اسما، تسمعني، سمي نفسك، اختر اسما، سمي نفسك اسم طيب مبارك جميل من أسماء الإيمان تعرف بها في الدنيا والآخرة. سمي نفسك، كتسمعني، هيا اختار اسمك. اختار اسمك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تؤذوا المؤمنين ولا تؤذوا المؤمنات. سمي نفسك اسم يحبه الله جل وعلا، تسمعني، اختر اسما طيبا، اختر اسما من الآن ينادى عليك به في الدنيا ملائكة الله ترفعه عند الله اسما طيبا مسلما مؤمنا. اختر اسما، هيا سمي نفسك. أما أسميك أنا؟ أسميك موسى. جميل، موسى كنت يهوديا، أسميك ماذا؟ موسى، نبي الله موسى نحبه، كريم الله نحبه، صح لا؟ فاتبع من أرشدنا إلى موسى عليه السلام، محمد عبد الله رسول الله. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أنت موسى، موسى المسلم المؤمن الذي كان يهودي يعبد الخنزير. نعم، أبشر بهذا الاسم، أنت فرحان. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. 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 هو خير مما يجمعون. قل الحمد لله فأطع ربك وكن قوي في الإيمان. أين ذبح العجل الخبيث؟ الساحرة القريبة الخبيثة
الماكرة الشريرة الشيطانة ذبحت عجلة للأسرة، ذبحت خنزير للأسرة. خنزير أين ذبح؟ في أي مدينة؟ في أي مدينة ذبح؟ فلا تخشوهم واخشون، قالها الله، صح؟ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قالها الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالها الله. هيا إلى الله، أين ذبح الخنزير؟ أين ذبح الخنزير؟ أتخشونه؟ 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 أبعد الإسلام تخشونه؟ أبعد الإيمان تخشونه؟ طيب، هذا اسم الساحرة. أين ذبحت العجل الخنزير؟ في أي مدينة؟ ها؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ في أي مدينة ذبح الخنزير؟ موسى أطيع ربك، تعاون على الخير. في أي مدينة ذبح الخنزير؟ شنو مدينة؟ في المغرب؟ في المغرب؟ في المغرب؟ في أي مدينة؟ في سوس؟ في البادية؟ في المدينة؟ تكلم، أين ذبح الخنزير؟ أين ذبح الخنزير؟ اشترت خنزيرا بريا، خنزير الغابة، صح؟ نعم، خنزير بري، خنزير الغابة، يأتي به الصياد، الصياد ممكن يجيبه من وسط الغابات، هواية القنص، الصيد، يؤتى بالخنزير حي، حي صح؟ أم ميت؟ حي لم يجيبوه؟ تكلم، هل جاءوا به حي أم ميت؟ فقد يذبح ميتا وقد يؤتى به حيا أو جريحا، حيا جريحا، قل حي أم ميت؟ موسى، موسى، من الذي هداك؟ الله. ومن الذي يأمرك بالخير؟ الله. فأطع ربك جل وعلا. الخنزير صنع للبيت، صح؟ سبب فساد الأسرة خنزير الشتات، خنزير حلوف، حلوف كبير، كيقول لك يعيش عيش الحلال، عيش الحلوف، تبقى البيت كي الحلال. كاين شي أم الناس القدام تقول له أنا ولدت غير الحلال، حلوف، وكان اللي كتسب ولدها الصوت تقول لي الحلوف، تبحال الحلوف، يعني تضر ولا تنفع، فقط أجساد وبغال وعقول عصافير، هكذا يريدون، بمعنى لا بركة في الجرية، لا بركة في الجسد، لا بركة في العقل، لا بركة في النسل، هكذا يريدون. ها؟ إذن هو حلوف بري، حلوف سحر بالخنزير كبير كما قال، حلوف كبير حي، ذبحوه إرضاء للشياطين، صح؟ على سحر عظيم، وباش لما كيرتقي والمرتقى الصعب وبحثوا عن حيوانات قوية من أجل السحر يكون عظيم والشياطين الخادمة تكون قوية. هذا الذي حصل للبيت بأكماله. أين ذبحوه؟ لا زال السؤال، فين ذبحوا موسى؟ أي مدينة؟ في أي مدينة ذبحوه؟ في أي مدينة ذبح ليس العجل، الخنزير كبير، خنزير كبير ذبح للأبناء والبنات والبيت، فهمت؟ وزيقت، سالت دماء الحلوف على السحر، دماء الحلوف
خنزير البري على السحر كبير ضخم كبير بأنياب. نعم كبير. فسميت عليه البيت والأسرة والأسماء والآثار والعهود والوعود والمهمة والغاية. ولهذا ولا يستطيع البو حتم على الإسلام لا بد أن يتقوى إيمانه حتى يعترف بإذن تعالى، لأن لا أزال في خلده وعقله قوة السحر وعظمة السحر والساحر ونوع السحر ومادة السحر. مفهوم؟ فهيئ الله موسى، موسى أنت معنا ولست مع الكافرين صح؟ فهي تعاون مع الإسلام. في أي مدينة ذبحت ذاك الخنزير؟ هيا قلها لله تؤجر، قلها لله تؤجر. أين ذبحت لهم الخنزير؟ في غابة، في واد، في بحر، في ضريح؟ أين ذبحت لهم ذاك الخنزير؟ في بيتها، في بيت ساحر، في أي مدينة؟ تكلم موسى. هيا موسى، من الذي يحبسك؟ من الذي يمنعك؟ من الذي يحبسك ومن الذي يمنعك؟ هيا نعم نعم. تخاف من؟ تخاف من السعدية الساحرة؟ لا 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 تخاف من السعدية. نعم ويقول كلام، ويقول كلام يستشعره، يقول أنا أخاف من السعدية فعلا لأن سحرها عظيم والعور التي أعطيت فتجعل منه خوف في داخله خوف. نعم فاجعل به داخله خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلك لا تخافون 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 فعلم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 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 قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من لون ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. أين تفهم أين ذبح العيد الخنزير؟ موسى تخاف من ساحرة ولا تخاف من رب عظيم، فاعلم أن الساحرة لن تصل إليك بسوء، فأنت معنا بإذن الله جل وعلا في رحاب المؤمنين، واجب علينا نصرتك بفضل الله عز وجل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. أسمعت أبعد الإيمان والإسلام كفران؟ فهيا إلى الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أسمعت إنه الله موسى ربك أحق أن تهاب وتخشى وتحبه فهي إلى الله جل وعلا فهي إلى الله لا إلى الله تقتضي أن تؤمن بها حقا وتعمل بها فلا تخشى من ساحرة سحرها خبيث بالخنزير الخبيث. ماذا صنعت الخنزير؟ لا أزيد الحديث. ماذا صنعت الخنزير
ماذا صنعت لخنزير؟ ذبح. ماذا صنعت في الخنزير؟ ماذا صنعت للخنزير؟ ذبح، دفن، خيط، عقد، أحرق، أغرق. ماذا جعلوا في الخنزير؟ لا تخف من ساحرة أبدا بإذن المولى جل وعلا، نحن معك. هيا إلى الله، هيا إلى الله. حرب داخل الجسد، هيا هيا إلى الله جل وعلا. هيا إلى الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت 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 زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، 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 زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، 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 زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، 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 زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها، أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها، 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 أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها، 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 أثقالها. بسم الله يبطل كل سن عظيم 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 على خنزير مدفون. عظيم 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 على خنزير مدفون. عظيم 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 على خنزير مدفون. عظيم 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 وسط خنزير مدفون. في فم خنزير مدفون. في فم خنزير مدفون. في بطن خنزير مدفون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سن عظيم عظيم على خنزير مدفون. على شعر خنزير مدفون. يفضل قسم عظيم 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 على جلد خنزير مدفون. يفضل قسم عظيم 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 على دم خنزير مدفون. يفضل كل سحر عظيم 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 على دم خنزير، على دم خنزير، على دم خنزير، على دم خنزير، بدم 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 خنزير. مكتوب بدم خنزير، معقود بدم خنزير، مربوطة بدم خنزير، مدفون بدم خنزير، على دم 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 خنزير. جان 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 معقول بدم خنزير. شيطان 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 معقول بدم خنزير. شيطان 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 معقول بدم خنزير. شيطان ساحر مربوطة بدم خنزير، مربوطة بدم خنزير، مربوطة بدم خنزير. شيطان 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 ساحر بدم خنزير، مربوطة بدم خنزير، بعقد على الخنزير،
بسلاسل على الخنزير بأقوثان على الخنزير بطلاسل على الخنزير بدم 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 الخنزير جان 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 للذلة بدم الخنزير شيطان شيطان للقلة والذلة بدم الخنزير بدم الخنزير للذلة بدم الخنزير للقلة بدم الخنزير للقلة بدم الخنزير للذلة بدم الخنزير للشتات بدم الخنزير للشتات بدم الخنزير للشتات بدم الخنزير للأمراض بدم الخنزير للأمراض بدم الخنزير للمحقة بدم الخنزير للمحقة بدم الخنزير للمحقة بدم الخنزير جان 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 يهودي أسلم لله شيطان يهودي أسلم لله جان 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 يهودي أسلم لله شيطان يهودي أسلم لله بسم الله تفك عقده على قلبه عقد على أنفاسه عقد على لسانه عقد على عقله عقد تفك الأقفال أقفال 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 خوفوا بالأسحار هددوا بالأسحار خوفوا بالأسحار هددوا بالأسحار خوفوا بالأسحار هددوا بالأسحار أسلم لله أسلم لله أسلم لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم 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 ولا هم يحزنون لا خوف عليهم 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 ولا هم يحزنون لا خوف عليهم 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 ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم يا نسلم لله 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 لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا خوف عليهم من السحرة لا خوف عليهم من الساحرات لا إله إلا الله ونصرناه من القوم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه 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 من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم فأغرقناهم فأغرقناهم
فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحل القيود والعقد بها تحل القيود والعقد بها تحل القيود قيود الخوف قيود الخوف قيود التعذيب قيود الخوف قيود التعذيب قيود الظن قيود الأوهام قيود الشك قيود الوسواس والتعذيب جا 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 في نقل عذب شقا 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 في نقل عذب جا 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 في نقل عذب جا 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 في صدر عذب بيرس أصحاب الظن بأسهار الشك بأسهار الظن بأسهار الشك بأسهار الأوهام بأسهار الوسواس بأسهار الأوهام بأسهار الوسواس جا 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 عذب كثيرا شيطان 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 خوف كثيرا خوفته الجن والشياطين والأبارسة والسحرة كثيرا فخوف كثيرا جا 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 خوف كثيرا جا 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 وسوس كثيرا جا 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 خوف كثيرا في الحاضر خوف في المستقبل خوف في الحاضر خوف في المستقبل خوف في الحاضر خوات في المستقبل خوات في الزواج خوات في العلم خوات في الصحة خوات في الزواج خوات في الأبناء خوات وصل الأسرة خوات جا 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 خوفوه خوات جا 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 خوفوه خوات جا 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 خوفوه خوات جا أسلم لله أسلم لله أسلم لله لا خوف عليه بإذن الله لا خوف عليه بإذن الله لا خوف عليه في قلبه لا خوف في عقله لا خوف في قلبه لا خوف في عقله لا خوف بإذن الله قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 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 أسمعتها ألا تخافوا أسمعتها ألا تخافوا أسمعتها ألا تخافوا لا خوف عليك بإذن الله في الإسلام لا خوف في الإيمان لا خوف في الإحسان لا خوف لا خوف من السحرة لا خوف من الكفرة 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 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 الله الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن 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 القلوب ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شكرا الشريعة دابا حاليا سبحان الله لا إله كان شيء يصح عليك أنه يعني اشتاوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد الله أكبر من كل ساحر أحاط بالجسد الله أكبر من كل ساحر أحاط بالجسد الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد الله أكبر من كل شيطان سحر الجسد واشكى على الجسد سحر الجسد واشكى على الجسد الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد إبليس ساحر أحاط بالجسد إبليس ساحر واشكى على الجسد إبليس ساحر واشكى على الجسد إبليس ساحر جدد على الجسد يمين الجسد يعني كيصب على كثير بحال الشتا كتصب عليه وكتنسحب الفوطه يعني ياك كان سبحان الله كتصب عليه بحال الشتا ما كاين لا ما والو يعني شياطين السحر كتصب عليه بحال الشتا كتنسحب الفوطه وكتعاود تمسح وكتعاود تمسح نعم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الآن لما علموا أن اليهود أسلم لله واستهدوا بالأسلم لله أصبحت أصحى تأتي من خارج الجسد كمدد وكمهرونة وكمساعدة كتحاول أن تسحر حتى في جسد حتى يستمروا في صمتهم وتقييدهم وحبسهم ترى كأن الشتاء تصب عليها تمسح ثم ترى تسقط عليها وتمسح وهكذا وهو الذي ينزل الغيث
من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي اللهم اجعل ربنا في قبراتهم غيثا وشفاء اللهم ربنا اجعل في اسفارهم بلسما وشفاء اللهم اجعل ربنا في اسفارهم شفاء اللهم ربنا اجعل في قبراتهم منثم قبراتهم منثم قبراتهم منثم شفاء اللهم اجعل ربنا في قبراتهم في قبراتهم في قبراتهم في رشهم شفاء لا اله الا الله وهو الذي ينزل الغيث ينزل الغيث ينزل الغيث ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وينشر رحمته وهو الولي الحميد وكن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وكن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملايين ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لا إله إلا الله 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 بها تقوى أسحارها في اليمين وفي الشمال تقوى أسحارها في الغرب وفي المنام ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يبقى كتر الشريك وخلفه طفق وجهك كتحسي بالكنيسة على وجهك. يعني الفوطة في الوجه، ومع ذلك ما بين الفوطة والوجه يرش الماء. يعني ليس هناك حاجة يحجبهم عن صنيعهم وعن سحرهم. طيب خير.